ينطلق الآن سيداتي وسادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام داربي قطر للخيل العربية الأصيلة لعمر 4 سنوات الفئة الثانية 2000 متر باندفاع قوي لسبع من الجاد العربية الأصيلة أبهار المجهور تشانسون ديسوليل لكيسان قاسي سليمان وعدن. الصدارة والمركز الأول مع الشحانية والجواد أبهار على المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. المركز الثاني المجهور أيضا للشحانية لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث لكي ساند المهندس ظافي راشد الأرضي المري مع ماركو مونتروسو. رابع المراكز أشاهد الجواد اللي هو قاصي لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني في وضع جميل قاصي. المركز الخامس الجواد أو المهرة عدن في خامس المراكز. المركز السادس لدينا تشانسون ديسوليل للمهندس أسامة عمر الدفع وأخيرا وليس آخرا سليمان لمربط الجريان. عودة إلى المركز الأول وعودة إلى الصدارة لا تزال المراكز ثابتة والصدارة والمركز الأول مع أبهار في الصدارة مع الخيال ألبرتو سنة في المركز الأول. المركز الثاني لدينا الجواد المجهور في وضع جميل في المركز الثاني اللي كانت لديه بعض المشاكل في بوابات الانطلاق لكنها الآن على المركز الثاني وفي وضع رائع فعلا. لكي ساند مع المهندس ظافي راشد الأرضي المري في المركز الثالث. التحركات من قاصي من الجهة الخارجية الآن لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني المرشحة الآن عدن أحد الجهات المرشحة في هذا الشوط. في المركز الرابع بدأت بالتحرك لكن المرشح هو في المركز الثاني. المرشح الآن في وضع جميل في وضع اليد والصدارة مع أبهار. أبهار وضعه جميل أيضا. الخط المستقيم الآن باتجاه خط نهاية. التحركات مع الشحانية على الصدارة والأقرب إلى داربي قطر من الشحانية المركز الأول والصدارة الآن مع الجواد أبهار في المركز الأول. لكن سان في محاولة قوية المهندس ظافي راشد الأرضي المري أيضا المجهور في تقدم الآن المجهور والتحركات مع الجواد أبهار على المركز الأول وعلى الصدارة. لكن سان في محاولة لكن التقدم المجهور أبهار والمجهور أبهار والمجهور لكن ساند أيضا أبهار إلى داربي قطر. متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام كما شاهدنا داربي قطر الخيل العربية الأصيلة لعمر 4 سنوات الفئة الثانية يذهب من نصيب أبهار لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. المركز الثاني المجهور أيضا لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث واللي أدى أداء رائع فعلا الجواد لكي ساند المهندس ظافي راشد الأرضي المري. المركز الرابع عدن لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. المركز الخامس تشانسون ديسوليل للمهندس أسامة عمر الدفع. ألف مبروك. إذن متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام تتويج الفائزين. يتفضل سعادة اللواء الركن طيار غانم شاهين الغانم رئيس القوات المسلحة القطرية لتسليم الجوائز للفائزين. الخيال ألبرتو سنة ألف مبروك. المدرب جوليان سمارت مدرب الجواد أبهار تهانينا وألف مبروك. وأخيرا وليس آخرا المالك سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني الجواد أبهار. يتفضل السيد عبد الرحمن المنصور تهانينا وألف مبروك. طاقم المزرعة يتواجد أيضا للاحتفال بهذا الإنجاز إنجاز فوز داربي قطر تهانينا وألف مبروك. صورة تذكارية للفائزين تهانينا وألف مبروك للفائزين بجائزة داربي قطر للخيل العربية الأصيلة. إذن متابعين الأعزاء مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم الآن إلى الشوط الختامي شوط داربي قطر للخيل المهجن الأصيلة الفئة الأولى. بالتوفيق للجميع.